جاتنا فكرة الفوانيس، حبينا نطور من الفانوس العادي ويكون الفانوس بطريقة حضارية، وحبينا نحيي التراث كمان بنفس الوقت، يعني يكون جامع ما بين فانوس رمضان وإحياء التراث الفلسطيني في مشغولاتنا، من كوفية، من نقلات، من أي حاجة بتخطر في بالك بنشتغلها. بالنسبة لرمضان في غزة، إنه رغم الحزن والأسى في البلاد نفسها والحصار والإغراقات، لكن الناس رغم عن ذلك بتهتم في الاحتفالات، يعني بتحاول قدر الإمكان إنها تدخل الفرحة على البيوت وتجيب الفانوس أكتر حاجة عن الفوانيس والخدديات والمعلقات، وفي طارات طبعا، يعني مش مقتصر إنه فقط على الفانوس. الفانوس اللي هو عنوان لشهر رمضان في كل الأسر الفلسطينية، طبعا فانوسنا كوننا فلسطينيين، بنحاول دائما بكل ما نستطيع انه نحافظ على هذا الموروث الثقافي والهوية الفلسطينية حتى من خلال فانوس رمضان الجميل، ان يتميز بالتراث والتصاميم الفلسطينية الجميلة.